صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام من مصر ومن كل مكان في العالم. أهلا وسهلا بحضراتكم مع صباح جديد، وهذه الحلقة الجديدة من هذا الصباح على شاشة إكسترا نيوز. كالعادة بيسعدني وبيشرفني أن أكون موجود مع حضراتكم النهاردة تحديدا في يوم الاثنين 17 من إبريل، يوم 26 من شهر رمضان المبارك. كل سنة وكل المصريين بخير، بمناسبة طبعا قرب حلول أعياد إذن الفطر، كمان عيد شم النسيم وأيام قليلة وهنستقبل عيد الفطر المبارك. لسه كنا بنحتفل أيضا من بالأمس يعني من بعيد القيامة المجيد. كل سنة وكل الشعب المصري والعربي يا رب دايما بخير. بالتأكيد مع هذه يعني على الرغم من فرحتنا بهذه الأعياد جماعها، ولكن الأوضاع اللي بتشغل بالنا حاليا هي الأوضاع في السودان، بتشغل بال كل الشعب العربي خاصة الشعب المصري لمدى القرب المكاني والتاريخي بين الأشقاء مصر والسودان أبناء وادي النيل. كل الشعب المصري بيتمنى وبيدعو ربنا أنه يحفظ السودان ويحفظ شعب السودان وأنه يعود للسودان حالة الاستقرار. على المستوى الرسمي كانت التحركات المصرية حاضرة من اللحظة الأولى بإعلان مصر الوساطة مع جنوب السودان لتحقيق التهدئة وسلامة السودان ووحدته وشعبه ووحدة الشعب السوداني. ده طبعا إلى جانب الاهتمام الشعبي المصري الكبير في ظل العلاقة الأزلية بين أبناء الشعبين الشعب المصري والشعب السوداني الشقيق. كل الدعوات من جديد لأهلنا في السودان، ربنا يحفظ السودان ويحفظ هذا الشعب الشقيق. كالمعتاد مشاهدينا هيكون عندنا عدد من الفقرات المتنوعة، بالإضافة إلى نشرتنا الرياضية نشوف آخر البطولات اللي حققها أبناء مصر، وختاما هيكون معانا جولة في أبرز عناوين الصحف المصرية. كالمعتاد هنبدأ مع حضراتكم بأهم العناوين. مصر تدعو أطراف النزاع الجاري في السودان إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية. شواطئ وسفاري وعجائب الدنيا القديمة، بانوراما سياحية لمصر في الصحف العالمية. وأخيراً قراءة في أبرز عناوين الصحف مع الكاتبة الصحفية الأستاذة شيماء البرديني. جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. مصر جميلة، مصر جميلة، خلي فاكر مصر جميلة. حلو سطح يا حلو كل، يا حلو سطح نهارنا فل، يا حلو سطح يا حلو كل. قلنا نبدأ مع حضراتكم بالتطورات الجارية في السودان، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سالفا كير نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة وبتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من سالفا كير للتباحث حول الأوضاع الراهنة في السودان.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، حيث أكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام. كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي وتحقيق البناء والتنمية في السودان. كما دعت مصر أطراف النزاع الجاري في السودان إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية حقناً لدماء أبناء الشعب السوداني وتغليباً للغة الحوار من أجل حل الخلافات. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أعربت مصر عن أسفها الشديد وخالص عزائها لسقوط ضحايا ووقوع إصابات بين صفوف الأشقاء في السودان سواء من العسكريين أو المدنيين، مؤكدة أنها لن تألو جهدا في القيام بالجهود اللازمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة. أضاف البيان أنه في هذا الإطار جاءت المبادرة المصرية السعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ومبادرة الوساطة المصرية الجنوب سودانية والاتصالات والمشاورات التي تطلع بها مصر حالياً مع الأطراف المعنية داخل السودان وخارجه من أجل تحقيق هذا الهدف. شددت مصر على ضرورة عدم استغلال أي طرف خارجي للتطورات الجارية في السودان من خلال القيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع أو تهدف للنيل من سلامة أراضيه، كما تؤكد ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الجالية المصرية في السودان وكذلك المنشآت والممتلكات الخاصة بالبعثات الرسمية المصرية. خلينا نحاول نفهم المزيد من التفاصيل حول الدور المصري إذن في هذا الأمر مع الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ أشرف. أهلا، صباح الخير. أهلا بحضرتك. بالنسبة للتحركات المصرية واللي بدأت الحقيقة منذ اللحظة الأولى وإعلان الوساطة مع جنوب السودان بشأن الأحداث الجارية الآن بالسودان، تعليق حضرتك على هذا البيان وعلى هذه الجهود؟ بالفعل أعتقد الجهود المصرية منذ اللحظة الأولى لحدوث هذا التوتر وهذه العملية العسكرية في السودان التي ما زالت تشكل حالة من الضبابية فيما يتعلق بتطورات الأوضاع عسكريا في ضوء ما حدث من خلافات وأيضا درجة كبيرة من التصعيد من كلا الجانبين، سواء فيما يتعلق بقوات الجيش الوطني السوداني فيما يتعلق بقوات الدعم السريع. أعتقد أن الدولة المصرية والقيادة المصرية كانت لديها درجة كبيرة من الاهتمام والإسراع بضرورة توفير كافة الاستحقاقات العاجلة لمساعدة الأشقاء في السودان على ضرورة تجاوز هذه البحنة ووقف أعمال العنف والتوتر. منذ اللحظة الأولى كان الاتصال الهاتفي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة الذي استعرض فيه جهود إمكانية التعاون فيما يتعلق بضرورة خلق درجة كبيرة من صراع بوقف أعمال التوتر داخل السودان وإنقاذ ومساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة وإمكانية أن يكون هناك فعل تعاون مصري أممي على أعلى المستويات فيما يتعلق بضرورة التدخل الفوري والعاجل لمناشرة ومطالبة الأشقاء في السودان بضرورة أن يكون هناك بالفعل الجنوح نحو الاستماع إلى صوت العقل والحكمة وأن يكون هناك وقف فوري لأعمال العنف والتوتر. تواصل هذا الجهد على كل الأصعدة في محاولات مصرية تلعب دورا كبيرا في ضرورة توفير الحاضنة والغطاء السياسي وأيضا الذي تقوم به مصر في التعاون مع الأشقاء لما للعلاقات من درجة كبيرة من الاهتمام من درجة من الحرص المصري على تنمية وتعزيز هذه العلاقات وأزلية هذه العلاقات التي لعبت دورا كبيرا في توفير حواضن الاهتمام وأيضا التضامن المصري السوداني في كثير من الملمات وأيضا توترات في الإقليم. وبالتالي هذا الجهد ما زال مستمرا حتى كان بالأمس المبادرة المصرية التي تم طرحها بالتعاون مع دولة جنوب السودان بمحاولة لمناشرة ومطالبة وأيضا تحريك وجود الإخوة في السودان لضرورة الإسراع ووقف أعمال العنف والتوتر ووقف هذه الحرب الدائرة
وضرورة أن يكون هناك رغبة سودانية بغطاء مصري مع جنوب السودان لتوفير الدعم لإمكانية الدعوة للمفاوضات بعد وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية لمسار تفاوضي سياسي يتم فيه تشجيع الأشقاء في السودان على ضرورة أن يكون هناك التزام بالحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي السودانية، وأن يكون هناك مسار تفاوضي أيضا يتم من خلاله البحث في صيغة تفاهم لاتفاق جديد أو التعاون بشأن الاتفاق الإطاري، وأيضا تشجيع الأطراف السودانية بكافة قوى ومكونات المجتمع السوداني على التفاف نحو وحدة المصير الدولة السودانية في المقام الأول. وحدة المصير يا أستاذ أشرف ووحدة السودان وسلامة الشعب السوداني، يمكن كل دي بتأتي وليس مستغربا هذه الجهود المصرية ليس فقط للقرب الجغرافي بين مصر والسودان ومشاركة يعني الحدود، ولكن أيضا العلاقة زي ما حضرتك ذكرت المميزة والأزلية بين الشعب المصري والشعب السوداني ربما لها يعني بتقي بظلال مهمة جدا في وسط هذه الوساطة المحتملة من الجانب المصري وجنوب السودان أيضا في نفس الوقت. كيف تقرأ هذه المحاولات؟ ولتأكيد بحقائق التاريخ ووقائع الجغرافيا البلدان أعتقد أنهم روح في جسد واحد يتمتعان بكثير من الخصوصية في مسار هذه العلاقات عبر تاريخ طويل. لا تنسى أنه الأكثر من 100 عام وأكثر كانت الدولتين دولة واحدة، أعتقد أن الوحدة كانت قائمة، أن هناك درجة كبيرة من التناسق والتلازم والتوازي فيما يتعلق بتعميق روح الأخوة وأيضا روح التضامن بين البلدين في كثير من مواجهات التحديات عبر تاريخ طويل رسمه أيضا اهتمام الدولة المصرية دوما بضرورة مساندة ومؤازرة الأشقاء في السودان على مر العصور وتوفير دائما الحاضنة لإمكانية المساندة فيما يتعلق بدعم الأشقاء على تجاوز كثير من هذه التحديات، بدليل أن هذا الحجم من العلاقات ربما يمثل الخصوصية الأولى والأكبر في إقليم الشرق الأوسط، ربما تكون العلاقات المصرية السودانية هي النموذج الحي الذي تتمتع بكثير من الخصوصية وأيضا بدرجة كبيرة من الرحابة في توفير الاستحقاقات التكاتف والتكامل، أيضا طولة الوقت خلق وإنشاء مسارات تكاملية سياسية اقتصادية تنموية حتى على مستوى البلدين والشعبين، باعتبار أن هناك درجة كبيرة من الاهتمام بضرورة تنمية وتعميق وترسيخ ركائز أواصر هذه العلاقات، بدليل حجم التعاطي المصري طيلة السنوات الماضية حتى منذ ثورة 2019 وضرورة أن يكون هناك مساندة وأيضا توفير الدعم الإرادة الحرة للشعب السوداني حتى وصلنا للأزمة الأخيرة، وما زال الجهد المصري الجهد الأوفر الجهد الأكبر اتساعا الأكثر اتصالا الأكثر تنسيقا مع الأطراف المجتمع الدولي ودول الإقليم حتى هذه اللحظة. وبنتمنى يعني بنضم صوتنا إلى صوت حضرتك وبنتمنى كل التوفيق للجهود المصرية للوساطة إذن وأن تكلل بالنجاح، وبندعو إذن يعني كل دعواتنا للشعب السوداني الشقيق بالاستقرار وبالأمن إن شاء الله. جزيل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. خلينا نتحدث مع حضراتكم عن عدد من العناوين التي أتت في عدد من الصحف والمواقع العالمية واللي استعرضت المقومات السياحية والأثرية المتميزة للمقصد السياحي المصري. ألقت الضوء على الميزة التنافسية في أسعار البرامج السياحية والإقامة فيها. مثلا تحت عنوان أفضل عروض وبرامج سياحية للإجازات الصيفية في مصر، أكدت صحيفة The Sun الإنجليزية أن مصر بتعتبر مقصدا سياحيا متميزا لقضاء إجازة الصيف، ده إلى جانب أنها تضم عدد من أشهر عجائب الدنيا القديمة. أشارت الصحيفة للعديد من الأماكن السياحية والأثرية زي على سبيل المثال طبعا للحصر أهرامات وأبو الهول ومعابد الأقصر ومعبد الكرنك وغيرهم. أيضا أضافت وتحدثت عن رحلات البالون الطائر ومتعة السفاري، علاوة على زيارة الأسواق ووجود العديد أيضا من الشواطئ الخلابة للاسترخاء. أيضا موقع أوربن ماتر الأمريكية تحدث عن حضارة مصر العريقة،
أكد تحت عنوان اكتشف عجائب مصر القديمة رحلة إلى أهرامات الجيزة العظيمة، أكد أن السفر إلى مصر هو رحلة العمر. بنشوف استعراض، خلينا نشوف مع حضراتكم استعراض لأبرز المقاصد السياحية في مصر في هذا العرض، ونرجع تاني نكمل حديثنا عنها. اسمحوا لنا نرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة رندا العدوي الخبيرة السياحية معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك دكتور رندا. صباح النور عليك. صباح النور. الحقيقة دكتور إن صحيح إن عندنا العديد من الآثار الحمد لله، عندنا سياحة شاطئية، عندنا عدد كبير من أو تنوع كبير في أنواع السياحة اللي بتجذب السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم، ولكن حتى إحنا الجهود المصرية في هذا الصدد دايما مستمرة ومتجددة. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا لسه منتظرين بشغف افتتاح المتحف المصري الكبير، أيضا مدينة الحكمة رأس الحكمة الجديدة والمتوقع أن هي تكون على غرار العالمين الجديدة وتكون مقصد سياحي عالمي بينافس بشكل كبير جدا، وبالتالي الجهود المصرية مش معتمدين فقط على ما لدينا من أثار ولكن دايما شغالين على مصادر جذب جديدة. كيف تقرأي هذه كل هذه الجهود؟ لما نيجي نحلل بالنسبة للحدث الأخير، بالنسبة لما نيجي نحلل بتعمق في الأخبار الإيجابية المنشورة عن المقاصد السياحية، هي ارتكزت على ثلاث محاور. المحور الأول يتصدرها السياحة الثقافية، وأوصفت مصر بأنها أهم مقصد سياحي في العالم، وطبعا وصفت بأنها منتج السياحة الثقافية. ثاني محور بقى، وده المهم اللي احنا بنتكلم عليه لما بنيجي نتكلم عن التسويق، العروض والبرامج السياحية المقدمة. استطعنا أن نجمع بين السياحة الترفيهية والشاطئية والثقافية عن طريق إنشاء متاحف في مطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، والدمج دوت لا يوجد مثيله في العالم، ودي الخطة الذكية طبعا للدولة. بالإضافة بقى عن تنوع البرامج اللي بتخاطب شرائح سياحية مختلفة ومنتجات سياحية مختلفة. المحور الثالث بقى، وده المحور المهم جدا، هو الذكاء الترويجي. بمعنى الذكاء الترويجي ده عن طريق جذب الإعلام العالمي بالإعلان عن الاكتشافات الأثرية اللي استطعنا فيها بذكاء شديد جدا إن احنا نروج لمصر عالميا ومحليا وإقليميا من غير ما ندفع تكلفة دولار واحد. كمان إن الوضع السياحي لمصر بقى متصدر المشهد عالميا. أتوقع إن شاء الله إن احنا نحقق أرقاما سياحية مرتفعة جدا في كهذا العام. وبالفعل الموسم الشتوي كان في زيادة ربما بنسبة بتزيد عن 30% ربما 35% لو الذاكرة ما خانتنيش، وحضرتك يا ريت تصلحي لي هذه المعلومة، فيما يعني مقارنة بنفس الموسم في العام الماضي. عفوا، النسب التي كانت موجودة في السياحة الشتوية تحديدا في هذا الموسم زادت بنسبة من 30 إلى 35% مقارنة بالسنة الماضية، وبالتالي الأرقام مبشرة جدا أن احنا ماشيين في الاتجاه السليم إن شاء الله للهدف المرجو وهو الوصول إلى 30 مليون سائح. صحيح، الأرقام السياحية في ارتفاع، وزي ما أنا اتكلمت برضو أن دوت بينتج عن الذكاء الترويجي اللي كذب الإعلام العالمي بالإعلان عن الاكتشافات الإثرية، وإزاي قدرنا بمنتهى الذكاء إن احنا نروج لمصر، وكمان إن الوضع السياحي المصري دلوقتي بقى متصدر المشهد عالميا. أتوقع إن نحقق ارتفاع في الأرقام السياحية هذا العام، وتكرار الزيارات في ظل وجود تسهيلات في التأشيرة السياحية من عدة أسواق مهمة قريب جدا. وأكد إن مصر إن الزيارة لمصر هي بقت رحلة العمر دلوقتي.
بالفعل. فمجرد استطلاع الرأي التور أوبريتور ومنظمي الرحلات بالخارج، وجدنا إن السائح بيفضل المقصد السياحي المصري وبيضعه كمان على رأس أولوياته في خطة سفره. نعم. مصر بثقافتها وتاريخها وشواطئها، والعاملين المدربين بقوا بشكل جيد جدا ومحترف، وطبيعة الشعب المصري، كل دي عوامل سياحية لا تقاوم يعني. حقيقي. ومع التنوع هذا التنوع الكبير أيضا تكون أو يكون التنوع أيضا الكبير من جنسيات السائحين المختلفة واللي بيأتوا من كل حدب وصوب. بنشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة الكريمة الدكتور رندا العدوي الخبيرة السياحية، ألف شكر لحضرتك. بنتحدث مع حضراتكم عن أجواء رمضان اللي ما زالت مستمرة حتى في آخر أيامها، أمسية رمضانية وحالة روحانية جميلة عاشها جمهور دار الأوبرا مع التواشيح والمديح النبوي بصوت المنشد الكبير ياسين التهامي صاحب مدرسة خاصة ومتفردة الحقيقة في الإنشاد. كاميرا إكسترا نيوز حضرت هذا الحفل وسجلت انطباعات الجمهور اللي هنتعرف عليها مع حضراتكم في هذا التقرير اللي عدوا لنا الزميل محمد أبو عيطة مراسل إكسترا نيوز. هو الحب فاسلم بالحشا ملا وسهل فما اختاره مضمر به وله عطر. والله الشيخ ياسين ده امام المدحين وراجل كلامه مفهوم واحنا بنحب نسمع له وبنحب نشوفه، فهو في التلفزيون كده لكن احنا وش اللي وجه لوجه بينا ما بينه كده وبنشوفه نستمتع بيه. ياسين التهامي انا اعرفه من 40 سنه ومدمن ومدمن غناه عشان بيغني غنى جميل جدا، وهو يعتبر من اقوى المنشدين العرب ووصل بيها للعالمين. الشيخ ياسين بصراحه صوته رائع وبيوصل للقلب بجد، وبحب قوي ان انا اسمعه وسمع له حاجات كتير قبل كده، فجاية النهاردة عشان استمتع في ليلة زي دية في رمضان، بجد حاجة جميلة قوي ان احنا نحضر حاجة زي دي النهاردة. من عشاق الشيخ ياسين التهامي، احنا جميعا بنحب الشيخ ياسين ومنجيله من الصعيد مخصوص ساعات يعني، والحفلة الأوبرا دي سنوية لازم نجوها ان شاء الله. كل قصائد الشيخ ياسين حلوة، سواء سيدي ابن عمرو بن الفارض، سيدنا الحلاج، ابن عربي، كل حاجات جميله، قصائد جميله. جاي عشان استمتع مع الشيخ ياسين وجها لوجه، لان على طول بشوفه في التلفزيون بسمعه كتير، لان احنا من محبين حضره النبي واهل البيت ومدد سيدنا الحسين واهل بيت النبي جميعا. في كلام هو بيقوله بيدخل من القلب للقلب، ممكن تبكي ممكن تفرح، هو كلامه حلو. انا كل سنه هنا، كل سنه يعني، بخلاف الحفلات اللي بره، حفله الاوبرا دي حاجه مقدسه، انا حاجزها من قبل رمضان، يعني قبل رمضان وانا حاجز لها. بتبقى امسيه جميله طبعا، الناس كلها في ليله حب، فبنيجي نقعد شويه ونشوف الناس والحبايب، وكل سنه وانتم طيبين. فكره الانشاد نفسها، وهو طبعا يعني من المنشدين الكبار اللي موجودين، بس وبصراحه الواحد يعني بيتلكك انه في رمضان ان هو يخرج ويرفه عن نفسه في نفس الوقت يبقى بيكسب ثواب او كده، بس فلا بصراحه شيخ ياسين. من الأجواء الرمضانية بامتياز طبعا، وإحنا كنا بنتحدث في هذا التقرير مع حضراتكم عن من دار الأوبرا عن الأناشيد الدينية والتواشيح، ولكن هذه المرة هذا الطقس ربما ما يكونش له علاقة برمضان قوي، ولكن بيتصادف أنه بيأتي في رمضان. بنتحدث طبعا عن شم النسيم، وبالتالي بنتحدث عن تناول الفسيخ والرنجة، واللي هو بشكل عام ربما يكون من الأكلات اللي بيحذر منها خبراء التغذية حفاظا على صحة الجهاز الهضمي تحديدا، لكن البعض مننا ما بيقدرش يقاوم حب
حبه للأسماك المملحة. عشان كده من الضروري جدا إن احنا نلتزم، أو إن عشاق أكلات شم النسيم يلتزموا بمجموعة من النصائح لتجنب مضاعفات تناول الأسماك المملحة، خاصة مع الصيام ومع شهر رمضان. طيب إيه هي هذه النصائح؟ تعالوا نتعرف عليها كي نتجنب التسمم الغذائي لا قدر الله في سياق هذا العرض، ونرجع نكمل حديثنا. خلينا نفهم المزيد حول هذه النصائح الطبية من خلال دكتور منى عبد المطلب، استشاري التغذية. صباح الخير على حضرتك دكتور منى. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. طبعا عيد شم النسيم مرتبط معنا دايما بالفسيخ والسردين والرنجة والسمك المملح، وحتى مع الصيام إزاي ممكن أن احنا نحاول ما ناكلش منه كتير قوي، أو على الأقل لما ناكل منه مع طبعا قلة الفترة اللي ممكن هنشرب فيها المية نتجنب التعب اللي ممكن يكون لا قدر الله يجي منه وراء؟ هو طبعا الفسيخ والرنجة والحاجات دي كلها من عادات اللي هي اللي يعني يعني الموجودة عندنا في مصر، هي بس الخوف كله على يعني ان احنا ناخد الحاجات دي اولا بكميات خصوصا في الصيام، وفي نفس الوقت لافراد معينين. يعني احنا عندنا مشكلة كبيرة لو الرنجة والاسماك المملحة عموما يعني تاخدت مع الاشخاص طبعا اللي عندهم امراض في القلب، او بقى حد عنده الكلى او نقرس، الستات الحوامل، يعني يعني الناس دي المفروض طبعا يمنعوا تماما ان هم ياكلوا الحاجات دي، لان طبعا ده هيؤدي الى عندهم مشكله في ارتفاع ضغط الدم، مشاكل في ارتفاع الاملاح، يعني ممكن يعمل مشاكل في الجهاز الهضمي. يعني حته ان احنا ناخد اسماك ملحه واحنا عندنا الامراض دي هتبقى طبعا فيها شويه خطوره. طيب لو أخذنا ولو قلنا حتى مثلا إن احنا هناكل، لو شخص مش محظور إن هو يتناول هذه الأسماك المملحة وقرر إن هو يأكل حبة صغيرين عشان بس الطقوس والعادات، وبدأ إن هو يأكل بعدين نفسه اتفتحت ما قدرش يوقف وتزود في الأكل شوية، إيه اللي ممكن يعمله من أكل وشرب بعد ما يأكل أو بعد ما يخلص علشان يقلل شوية الأضرار أو التعب اللي ممكن يجي بعد الشر من الملوحة الشديدة؟ هو طبعا إحنا محتاجين نعوض بكميات مية كويسة قوي، خصوصا في الفترة بتاعة اللي هي الفطار اللي احنا مش صايمين فيها. في نفس الوقت ان احنا لازم ناخد سلطة خضراء زي مثلا خيار، الخس، الفلفل، الرومي، البصل، الحاجات دي كلها مهمة قوي ان انا احطها على الاسماك المملحة لو انا هاكل منها. مهمة قوي قوي ان احنا نحط الليمون على السلطة او الاسماك المملحة نفسها. برضه الفواكه اللي هي فيها البوتاسيوم، لان احنا محتاجين حاجات زي مثلا الموز، الكانتالوب، البرتقال، الحاجات دي. لانه يعني عايزين نعمل توازن شويه بين كميه الملح الصوديوم العاليه جدا اللي موجوده في الاسماك دي اللي هتدخل جسمنا لما هناكلها، فناخد حاجات غنيه بالبوتاسيوم علشان نعمل بس توازن بينهم شويه. تمام. طبعا ده موجود كتير قوي في الفاكهه اللي هي زي الموز والكانتالوب والبرتقال وكده. نعم. قصة ده ان احنا كمان لو يعني هنشرب بقى حاجة ما تبقاش مياه غازية جنب كمان الاسماك المملحة، لان ده طبعا هيزود قوي الانتفاخ بتاع المعدة، هيزود درجة الحموضة، فالقصة هتبقى يعني ايه ابشع شوية. لكن ممكن ناخد بقى يعني حاجات عشبية مثلا زي الشاي الاخضر، النعناع، البقدونس، الحاجات دي هتبقى ليها يعني خصائص طاهرة شوية، حيث ان احنا يعني نحاول ان احنا كمان ناخدهم لان هم مدرين للبول شويه، فممكن يخلصوا الجسم من شويه املاح.
طيب يعني احنا نحاول ناخد بالنا من كل هذه النصائح الطبيه دكتور منى عبد المطلب استشاري التغذيه، الف شكر لحضرتك على كل هذه النصائح طبعا، وبنضم صوتنا الى صوت حضرتك ان احنا ناخد بالنا اثناء تناول هذه الاسماك، ونحاول ما ننتقلش على قد ما نقدر ونعوض زي ما دكتور قالت بكل هذه الماكولات والمشروبات بعد اكلها. ودلوقتي معادنا مشاهدينا الكرام ان احنا نشوف اخر الاخبار الرياضيه، هتكون مع الزميله مريم حسن. صباح الخير عليك يا مريم، ونعرف منك طبعا ونبارك لكل الابطال المصريين وتحديدا علي فرج ونور الشربيني على البطوله الدوليه اللي هم حققوها، هنعرف تفاصيلها منك بالطبع. بالطبع يا باسم، صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدينا، واهلا بكم في موجز رياضي جديد لهذا الصباح. اختتم فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته أمس استعدادا لمواجهة فريق سموحة على استاد برج العرب بالأسكندرية في 9:15 من مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري. ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته بالدوري بعد الفوز على فريق فاركو في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف نظيفة، فيما أكدت تقارير صحفية غياب الثلاثي رامي ربيعة ومحمد كريستو وحمدي فتحي عن صفوف المارد الأحمر أمام سموحة. أنهى فريق الزمالك استعداداته للمواجهة الكروية المرتقبة مع المقاولون العرب في 9:15 مساء اليوم، ويسعى الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك إلى تحسين وضع فريقه في الدوري وحصد المزيد من الانتصارات. ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 39 نقطة، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة. تعادل فريق أرسنال أمام نظيره وستهام بثنائية لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على استاد لندن الأولمبي، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويتصدر أرسنال قمة الدوري حتى الآن برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، فيما يأتي وستهام في المركز 15 برصيد 31 نقطة. توج كل من البطل المصري علي فرج المصنف الخامس عالميا والبطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثالثة عالميا ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش للسيدات والرجال، والتي استضافتها مدينة برمنغهام الإنجليزية خلال الفترة من 9 إلى 16 من أبريل الجاري. ونجح علي فرج في الفوز على المصنف الثاني عالميا دييغو إلياس في المباراة النهائية بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، فيما فازت نور الشربيني على البطلة المصرية نوراند جوهر المصنفة الأولى عالميا للسيدات في المباراة النهائية بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. و
وإلى هنا مشاهدينا انتهى موجزنا الرياضي، وعودة إلى الزميل باسم طبانة لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. إليك باسم. جزيل الشكر ليك يا زميلة العزيزة مريم حسن. مشاهدينا بالفعل بنستكمل باقي فقراتنا مع حضراتكم، ودلوقتي جه ميعادنا مع خدمة مهمة جدا هنتعرف من خلالها على أحوال المرور وأحوال الميادين المختلفة والشوارع المختلفة. عشان كده هنروح لاستعراض للحالة المرورية في بث مباشر لكاميرا إكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الزميلة شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز. صباح الخير عليك يا شيرين. صباح الخير يا باسم، صباح الخير على كل مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. بالفعل من داخل غرفه عمليات الاداره العامه لمرور الجيزه بنتابع معاكم مشاهدينا الحاله المروريه لليوم الاثنين 17 ابريل. كل سنه وحضراتكم طيبين. اليوم اجازه رسميه، وده انعكس بصوره كبيره على الطرق والمحاور الرئيسيه على مستوى المحافظه، واللي بنلاحظ فيها هدوء نسبي كبير. خلينا نتابع ده من خلال متابعتنا للشاشات، وببدا من شارع النيل السياحي واللي بيعد مقصد كبير للمصريين في فترة الإجازات نظرا لوجود المراسي والمراكب النيلية. لكن على العكس تماما بنلاحظ هدوء كبير في الحركة المرورية وانسيابية كبيرة في الاتجاهين، سواء المتجه إلى ميدان الجلاء أو المتجه إلى الكيتكات. كذلك أيضا حديقة الحيوان بتعد مزار رئيسي في فترة الإجازات، ولكن بنلاحظ هدوء كبير في ميدان النهضة في كلا الاتجاهين، سواء المتجه إلى جامعة القاهرة أو القادم من ميدان الجيزة باتجاه كوبري الجامعة. بنلاحظ هدوء كبير في الحركة المرورية في هذه المنطقة. خلينا ننتقل لطرق أخرى على مستوى محافظة الجيزة وكوبري الدقي، واللي بنلاحظ فيها عليه هدوء كبير في الحركة المرورية في كلا الاتجاهين، سواء القادم من حديقة الأرمان باتجاه شارع البطل أو كذلك أيضا الاتجاه الآخر. كذلك أيضا الوضع بالنسبة لشارع التحرير، سواء المتجه إلى ميدان الجلاء أو المتجه إلى شارع السودان، أيضا هدوء نسبي كبير في الحركة المرورية. كذلك أيضا الوضع ممتد إلى شارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفى محمود، واللي بنلاحظ فيه انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، سواء المتجه إلى شارع السودان أو المتجه إلى ميدان سفنكس. خلينا ننتقل مشاهدينا لشاشات وطرق أخرى على مستوى محافظة الجيزة من داخل الغرفة، وبنتقل معكم مشاهدينا إلى ميدان الجلاء، واللي بلاحظ عليه إنسيابية كبيرة في الحركة المرورية لقادم من شارع التحرير باتجاه كوبري الجلاء أو متجه إلى شارع النيل السياحي أو شارع شارل دي جول. كذلك أيضا الوضع داخل نفق الجلاء. بنتقل معكم مشاهدينا أيضا اللي أعلى كوبري 15 مايو، واللي بلاحظ عليه إنسيابية كبيرة في الحركة المرورية لقادم من القاهرة باتجاه المحور وكذلك أيضا الاتجاه الآخر. كذلك أيضا الوضع بالنسبة لشارع عرابي في كلا الاتجاهين. بنتقل معكم مشاهدينا أيضا إلى كوبري عباس، وأيضا بنلاحظ عليه إنسيابية كبيرة في الحركة المرورية لقادم من ميدان الجيزة باتجاه المانيال وكذلك أيضا الاتجاه الآخر. كذلك أيضا الوضع بالنسبة لشارع البحر الأعظم القادم من دائري المنيب باتجاه شارع النيل السياحي وكذلك أيضا الاتجاه الآخر. بختتم معكم مشاهدينا جولتنا من أعلى كوبري أكتوبر، هذا الشريان الهام واللي بنلاحظ عليه أيضا إنسيابية كبيرة في الحركة المرورية في هذا التوقيت للقادم من القاهرة باتجاه شارع البطل وكذلك أيضا الاتجاه الآخر. كذلك أيضا منازل مؤدية إلى الزمالك أو شارع النيل السياحي. دي كانت جولتنا من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، واللي تابعنا فيها وجود هدوء كبير في الحركة المرورية في هذا التوقيت على مستوى الشوارع والطرق الرئيسية على مستوى المحافظة نظرا لوجود أجازة رسمية وأعياد، فده انعكس بصورة كبيرة على الحركة المرورية. دي الصورة من عندي باسم، بعود إليك في الاستوديو مرة أخرى. جزيل الشكر ليك يا زميلة العزيزة شيرين مجدي، وكل سنة وانت طيبة. مشاهدينا الكرام بنستكمل باقي فقراتنا، ولكن بعد قليل هنروح مع حضراتكم لقراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية، واللي هتكون مع الكاتبة الصحفية الأستاذة شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن.
وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا لآخر فقراتنا في حلقتنا هذا الصباح، بتشرفنا فيها الأستاذة شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وأنت طيب وكل المصريين بخير يا رب. يا رب دايما. اسمح لنا أن احنا في البداية نبدأ باستعراض لأبرز العناوين اللي هتكون موجودة معانا أو اللي موجودة بالفعل في الصحف والمواقع المصرية، ونرجع نشوف تعليق حضرتك عليها. أستاذة شيماء، اسمحوا لنا أن احنا نبدأ مع حضراتكم، مع حضرتك أستاذة شيماء من جريدة الوطن، ونقرأ منها هذا العنوان: الحكومة تدرس تيسير الاستثمار وجذب رؤوس الأموال. شايف حضرتك الإجراءات اللي بتتخذها مؤسسات الدولة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وربما حتى حل بعض المعوقات أو المشاكل من وقت إلى آخر، كيف تقرأي هذه الخطوات وتأثيرها على خلق مناخ جاذب للاستثمار بشكل أفضل في مصر؟ هي خطوات مستمرة بدأت ولن تنتهي، كل يوم بيبقى فيه عندنا إشكالية أو أحد المعوقات وبيحصل تيسير. الاجتماعات اللي بتتم امبارح كان في اجتماع بين معالي رئيس الوزراء وعدد من الجهات المعنية بالاستثمار، وكان المهندس حسام هيبة رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. كانت المناقشة الحقيقية حوالين لو في ورقة بتتطلب طابع بريد يتحط عليها، لا لازم موافقة مجلس الوزراء. لأن كل الأوراق اللي ممكن تعطل حركة استثمار في البلد ديت هتنتهي. انت خلاص خلصت جزء كبير جدا من الأزمات بالشباك الواحد والرخصة الذهبية، اللي باقي أسهل. لكن احنا طول الوقت بنبحث عن اللي عنده مشكلة يقولها علشان تتحل. كل يوم بيبقى فيه تيسير بيتم على الأرض، وكل يوم بيبقى فيه منحة جديدة سواء الاستثمار دوت سواء الأموال الأجنبية أو المصرية أو المشروعات الصغيرة أو رجال الأعمال المصريين، وأنت في النهاية فاتح المجال نحو استثمار آمن من خلال تيسيرات طول الوقت الحكومة بتقدمها من خلال كل الجهات، التعاون مع كل الجهات المعنية في البلد. حي. وربما يكون أبرزها وليس طبعا مقتصر على هذا الأمر، ولكن الرخصة الذهبية قد تكون أبرزها لما نتحدث عن التسهيلات المختلفة خصوصا للاستثمار الأجنبي. اسمح لنا أن احنا نروح مع حضرتك إلى جريدة الدستور، هذه المرة بنتحدث فيه أو العنوان كان: المتحدة تتصدى للتعاطي، الكتيبة 101 والكبير قوي وجات سليمة بدون تدخين. عنوان آخر من اليوم السابع أيضا يتحدث عن الدراما، العنوان كان: تحت الوصاية أكثر من مجرد قضية. شايف حضرتك التنوع اللي بيتم تقديمه خلال دراما المتحدة على شاشتها في رمضان هذا العام، التصدي لربما قضايا مهمة جدا زي على سبيل المثال تحت الوصاية ونسب المشاهدة، وإحنا شايفين حجم التفاعل الكبير معاه واللي وصل حتى إلى تقديم طلب إحاطة ربما لمناقشة مشروع في مجلس النواب. أنا سعيدة أن تحت الوصاية تحديدا عرض في النصف الثاني من رمضان. هينتهي العيد وإن شاء الله كل ما عرض في هذا المسلسل من قضايا، هو مش قضية واحدة، هو قضايا، كل مشهد
هو قضية. وكل فريم من أول الطفل منى زكي، كل الأدوار المشابهة، يعني حاجة إحنا شايفين حياتنا، هي الدراما هي حياتنا لكن بوجهة نظر. هي للأسف اللي إحنا شايفينه دوت مشاكل كتيرة جدا موجودة في حياتنا، محتاجة تحرك تشريعي، وفي مواقف سابقة وفي تشريعات حصلت بالفعل انطلاقا من الدراما. إحنا مكملين في هذا السياق. أنا فعلا بحيي الشركة المتحدة وبحيي صناع هذا العمل، مفيش حد فيهم مش بطل. إحنا واخديننا في مساحة من الحقيقة ومساحة مرعبة من الإحساس بما يحدث لعدد كبير جدا من السيدات. بفعل قوانين ممكن يكون تغيرت، لأن الست كمان تغيرت، ما بقتش الست اللي عاجزة عن حماية أسرتها. المجتمع نفسه تغير يعني، ودور المرأة فيه تغير، وحقوق الواجبات تغيرت جدا. إحنا مش بنتكلم في التمكين، إحنا عايشينه وشايفينه. فإحنا النهاردة بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في أن الأمة مش هتعرف، يعني لا ما بقاش في سيدة في مصر ما بتعرفش تعمل كل ما يفعله الرجل وأكثر، فضلا عن أنه القانون وقتها كان ممكن يبقى مناسب، كان ممكن يبقى مناسب للمجتمع، لكن الآن إحنا الموضوع مختلف تماما. طب لو اتجهنا للنقطة الأخرى وهي الحديث عن عدم وجود مشاهد للتدخين، يعني كان بالضبط اللي هو الكتيبة 101 الكبير قوي جات سليمة، كلها مشاهد وكلها مسلسلات خلت من مشاهد التدخين. طبعا يعني هو في الآخر الفن بينقل الواقع ولكن أيضا بيؤثر فيه. شايف حضرتك عدم وجود هذه المشاهد ممكن يؤثر بشكل إيجابي على الصورة النمطية أو الصورة الذهنية، ويبقى في وقفة كده مع النفس لانتشار ظاهرة التدخين؟ جدا، لأن كمان العرض العام يعني المسلسلات اللي بتستهدف مثلا جمهور من الأطفال نوعين، أن أنت تلاقي فيها أو صعب جدا أن أنت تلاقي فيها مشاهد للتدخين. يعني التدخين كان في وقت من الأوقات وفي الدراما كان بيتقدم باعتباره حلية ولازم يبقى موجود وشكل من أشكال بطولة البطل وسياق الدراما. لكن الميزة في الدراما المقدمة من قبل الشركة المتحدة، ودي فعلا أنا بحيي الصناع عليها، أن ما فيش مشهد مش مبرر. يعني المسلسلات الثلاثة بلا تدخين، مش عشان نطلع نقول إن هي بلا تدخين، لا، سياق الأحداث يقتضي هذا ومش محتاج. فضلا عن إن الجمهور العام أو العرض العام إحنا كلنا بنتفرج على هذه المسلسلات الكبير قوي، وجت سليمة ده يعني عرض أطفال في النهاية، والصفارة من قبليهم يعني برضو بتستهدف كل الفئات العمرية. وأعتقد إن حتى بقية المسلسلات اللي فيها مشاهد ممكن يبقى فيها تدخين هي في صلب الدراما بالضبط، مش مفتعلة، مبررة دراميا. طب اسمح لنا ان احنا نروح مع حضرتك الى اليوم السابع، وفي عنوان مهم جدا وهو كنائس مصر بتهنئ المسلمين برمضان وعيد الفطر في احتفالات عيد القيامة. ايضا من جريدة الوطن بنقرأ عنوان الكنائس تكتسي بالأبيض وتمتلئ بالمسيحيين والمسلمين احتفاء بعيد القيامة. التلاحم ده أستاذة شيماء ويعني بين المسلمين وبين الأقباط في مصر، احنا من زمان جدا واحنا الأعياد دايما بنحتفل بيها سويا، وبقالنا سنتين يمكن الأعياد بتيجي في وقت شبه متزامن، وبالتالي مصر كلها بتفرح في وقت واحد وبتحتفل في وقت واحد. شايفة حضرتك الروح الطيبة اللي موجودة دي ازاي؟ هي الحمد لله بقت ظاهرة أكتر، هي طول عمرها موجودة بالزبط. يعني احنا مش تزامن الأعياد دي ميزة، المصريين كلهم بيبقوا في مود الراحة ومود الاسترخاء، وبيبقى فيه فرصة أفضل وأكبر إن احنا نتظاهر وإن احنا نخرج وإن احنا نتبادل التهاني. لكن هو من إمتى المسلمين ما بيحتفلوش مع المسيحيين في أعيادهم والعكس؟ عيد الفطر هو عيد للمصريين كلهم، وعيد القيامة هو عيد للمصريين كلهم، وإحنا النهاردة في عيد مصري أصلي. نعم، وشم النسيم برضو عيد مصري يعني أصلي. إحنا مصري أول امبارح يوم السبت ده وأنا شاهدت دوت أصدقاء ليه خلصوا التراويح، وكانت ليلة وترية وكان في معتقد إن هي ممكن تبقى ليلة القدر، خلصوا ودعوا وطلعوا على الكنيسة يحتفلوا. فإحنا طول عمرنا ده يا رب دايما على طول هذا يا رب يا رب. الحب وهذا التآلف بين كل أطياف الشعب المصري. هنروح مع حضرتك إلى جريدة اليوم السابع أيضا بنقرأ منها عنوان إقبال كبير من المواطنين على ملابس العيد بمبادرة كلنا واحد والسيدات شكرا للرئيس السيسي. عنوان آخر من جريدة الدستور أسواق مصر عمرانة الملايين في طوابير لشراء مستلزمات العيد ربنا ما يقطعها عادة. أيضا عنوان موقع مبتدأ لليوم رقم 129 إقبال كبير على منافذ كلنا واحد. شايف حضرتك حرص أجهزة الدولة على توفير السلع والمستلزمات الأساسية للمصريين من خلال هذه المعارض بأسعار مخفضة، ليس فقط المستلزمات الغذائية ولكن أيضا اللبس وخصوصا نحن في مرحلة الأعياد.
هي الحكومة والدولة عامة بتقول للمواطن أنا معاك، هيجي عيد هتلاقي السلع بأسعار مخفضة ومتوفرة. هي الفكرة مش بس إن الأسعار مخفضة، كمان التوافر. يعني مش هتلاقي بقى الصيحات اللي كانت بتتداول خلال الفترات اللي فاتت، اختفاء واختفاء، لا، كل حاجة موجودة. وخد خد اللي يكفيك وخد قدرك، لكن كل شيء موجود وبأسعار في متناول للجميع. الأمر تجاوز بقى موضوع السلع الغذائية وبقينا كمان في الملابس. المبادرات دي بتحسس المواطن إنه مش لوحده بالظبط. وطول ما الحكومة يعني مش هنقدر نقول في احكام للسيطره على الاسواق، لا، هو في ضبط. هو في النهايه لو في البعض بيغالي او في جشع عند بعض التجار، لا، الحكومه بتوازن دوت بان هي بتقدم السلع وافرب في السلع في المنافذ في كل مكان. فده شيء ايجابي ويحمد. طيب هنروح مع حضرتك برضو الى اليوم السابع مره اخرى. العنوان بيه كان حياه كريمه تسير القوافل العلاجيه للكشف على 1800 مواطن في 4 قرى بمحافظه البحر الاحمر. ايضا في اليوم السابع العنوان كان الغربيه لانتهاء من انشاء اول مركز استدامه للحرف اليدويه والتراثيه ضمن حياه كريمه. شايف حضرتك الجهود والخدمات المختلفه اللي بتقدمها حياه كريمه وخدمات متنوعه جدا الحقيقه للمصريين في كل المحافظات، شايفاها بتقيميها ازاي؟ هو الخبرين سبحان الله، يعني حضرتك بتتكلم عن البحر الأحمر والغربية، أنا هنا حياة كريمة مبادرة مش بتتحرك بشكل مركزي، هي موجودة في الغربية بمركز استدامة للحرف، وموجودة في البحر الأحمر بقوافل علاجية، وهتلاقيها موجودة في الشرقية، وهتلاقيها موجودة في سوهاج، وهتروح أسوان. هو ده المستهدف من حياة كريمة، هو خلق المناخ أو خلق المبادئ الأساسية للحياة الكريمة لكل المصريين حسب احتياجه. البحر الأحمر النهاردة محتاجة قوافل علاجية، هتلاقي. الغربية محتاجة مركز استدامة للحرف التراثية، هتلاقي. مكان تاني محتاج صرف، هيلاقي. فالشمولية اللي في المبادرة ديت والتحرك على أفق ورأسي هو دوت ممكن نقول اللي بيميزها واللي بيقويها واللي هيضمن كمان انها تفضل مستمره، لان الاحتياجات احتياج تلو الاخر، هتلاقي الامور راحت لما هو افضل، وهو ده السعي الخاص بالدوله وهو الهدف. وهو الهدف من هذه المبادره. بنشكر حضرتك اذا جزيل الشكر، هنكتفي مع حضرتك بهذا القدر من العناوين. بنشكر حضرتك طبعا على تشريفنا وعلى وجودك معنا في هذا الصباح. نورتينا الاستاذه شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريده الوطن. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وكل المصريين بخير. ألف شكر لحضرتك، وألف شكر طبعا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. بكده بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا الصباح. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما أعياد ومناسبات سعيدة بتعود علينا. وكل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية. خلينا بس ناخد بالنا شوية في أكل الفسيخ والرنجة النهاردة بشكل معتدل. ويوم سعيد يا رب إن شاء الله، وعيد سعيد على مصر كلها.